صباح الخير على حضراتكم، متجدد الترحيب بيكم. لسه مكملين معاكم فقراتنا وحواراتنا في هذا الصباح. زي ما تابعنا مع حضراتكم، دي كانت معلومات عن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية. طبعا احنا في انتظار انطلاق فعاليات المهرجان النهاردة مساء. خلونا نقرب أكتر لهذا الحدث الفني بالدرجة الأولى، وينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر. صباح الخير أستاذ سيد. صباح الخير يا فندم. إذن مهرجان مهم جدا بيجمع بين عدة دول، ما يقدمه المهرجان للشعوب الإفريقية تحديدا؟ المهرجان هو عودة يعني لمصر إلى أحضان الدول الإفريقية الشقيقة، وعودة السينما الإفريقية لأن تكون موجودة على أرض مصر، وعودة العلاقات الجيدة والوطيدة بين الأشقاء صناع الأفلام والمثقفين الأفارقة. ودي طبعا حاجة مهمة جدا، لأن هم دولت اللي بيوجهوا شعوبهم، وهم دولت يعني أصحاب الرأي في بلادهم، فلما بنلتقي بيهم ونتواصل أكتر بتزداد العلاقات جودة على المستوى الثقافي والسياحي والاقتصادي والسياسي وهكذا. فيعني 10 سنين قدرنا فيهم نرجع الفيلم المصري تاني داخل القارة الإفريقية، وكمان نجيب لمصر الأفلام الإفريقية والثقافات الإفريقية عشان الجمهور والنقاد والإعلاميين يبقوا على اطلاع بالثقافات الإفريقية، سواء أثناء المهرجان أو من خلال نادي السينما الإفريقية اللي بنقيمه في 24 محافظة على مدار العام. أكيد يا فندم، يعني مهرجان الأقصر السينمائي والسينما بشكل عام بتساهم في معالجة القضايا الاجتماعية بشكل كبير جدا. أنا بشكرك، شكرا جزيلا أستاذ سيد فؤاد، وأنت رئيس مهرجان الأقصر، شكرا جزيلا لك. يعني مشاهدينا، خلوني أرحب بضيفي اللي منورنا ومشرفنا في هذا الصباح، الأستاذ جمال عبد القادر الناقد الفني. صباح الخير أستاذ جمال. صباح النور يا فندم. يعني حابة أعرف من حضرتك أهمية مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وإحنا بنتكلم عن الدورة 10 وتحت شعار 10 سنين من الخيال. الفن طبعا هو خيال إبداع ملتقى لكل الثقافات، عايزة حضرتك تكلمنا عن المهرجان في دورته العشر. المهرجان الأقصر يعني نجح في خلال العشر دورات أو التسعة، ودي الحالية العاشرة، إنه يبقى من أفضل المهرجانات اللي موجودة في مصر وفي قارة أفريقيا. حصل على مدار سنوات فتور او جمود ما بين العلاقات ما بين مصر والعلاقات وانتمائها لقارتها الافريقيه، سواء مستوى الثقافي او حتى التواصل ما بين الشعوب والسينما. نجح المهرجان انه يعيد التواصل ده تاني، ويبقى في احتكاك ما بين الثقافات من خلال هذا المهرجان، ويبقى في انفتاح على نوع مختلف من السينما، لان الجمهور بقى له فتره محدد في السينما الامريكيه اللي هو بيغلب عليها الطابع التجاري شويه. فبقى في فرصه ان احنا نشوف سينما مختلفه، ثقافه مختلفه، نعود لانتمائنا الاصلي الافريقي، يبقى في انفتاح او توجه للفيلم المصري داخل القاره الافريقيه. طيب احنا بنتكلم كمان عن دعم من وزيرة الثقافة تحديدا دكتورة إيناس عبد الدايم، كمان بنشوف دعم من وزارة السياحة والآثار والشباب والرياضة، تكاتف إذن لجميع الوزارات، مجهود كبير جدا. كيف تنظر لهذا التكاتف في خدمة المهرجان؟ ده حقيقي، يعني هو لولا الدعم اللي موجود للمهرجان من خلال الوزارات دي كان المهرجان، لانه عنده وما زال عنده مشكله في الدعم او الدعم المالي او التمويل، وده المفروض يكون في دعم من كيانات اخرى او مؤسسات خاصه، لان المهرجان بحاجه لدعم عشان يتواجد بشكل اقوى. فيعني يعني وزاره الثقافه وشباب الرياضه والسياحه عاملين جهد جامد جدا ودعم كبير، وهو ده اللي ادى للنجاح الكبير اللي محققه المهرجان في التسع دورات السابقه. طيب احنا بنتكلم كمان عن دورة جديدة، دورة 10 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، تم إهداء الدورة دي للفنانة الكبيرة سمراء الشاشة، الفنانة مديحة يسري، وده بمناسبة مرور 100 سنة على ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة. شفنا كمان عدة تكريمات هيشهدها المهرجان، أو هنشوفها طبعا، الفنان محمود المليجي، الفنان العظيم محمود ياسين، كمان بنشوف يعني نجوم رحلوا عن عالمنا، وأيضا هيتم تكريم الروائي المغربي نور الدين الصايل والممثل السوداني الهادي الصديق. هذه التكريمات كيف تضيف للمهرجان وللسينما بشكل عام؟ هي يعني المهرجان حريص ان هو كل سنه يبقى في تكريم من رواد السينما وكبار السينما. يعني الدوره السابقه كانت مقاويد فريد شوقي،
فهو طول الوقت عنده تواصل مع الأجيال من خلال الرواد الكبار اللي صناعة السينما قامت على أكتافهم مع الجيل الجديد من السينمائيين سواء في مصر أو في القارة الأفريقية. فدي نوع من الوفاء لمن صنعوا السينما أو قامت السينما على أكتافهم، وتعريف الجمهور بتاريخ هؤلاء العظماء مع تكريم الجدد اللي بيثروا الساحة الثقافية والسينما سواء في مصر أو في القارة الأفريقية. طيب احنا بنشوف كمان المهرجان بيقام هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة، الحقيقة أزمة بتمر بيها كل الدول وبيمر بيها العالم كله هي أزمة كورونا. كمان في بالتوازي معاها بنشوف مشاركة عدد كبير من الأفلام، عدد كبير من الدول في مشاركة 85 فيلم. إزاي قدرنا نحقق المعادلة دي، وإزاي ممكن يكون ده تنوع بشكل كبير للمهرجان أيضا؟ من الحاجات اللي تحسب لإدارة المهرجان الكاتب سيد فؤاد والفنانة عزة الحسيني مع وزارة الثقافة والسياحة أن يقام مهرجان في هذه الظروف اللي بسببها مهرجانات عالمية تجمع، يعني أجلت دوراتها، سواء الأوسكار اتأجل، كان يعني في مهرجانات كبيرة أجلت دوراتها بسبب الإجراءات الاحترازية. فلما المهرجان الأقصر ينجح أن هو يقدم الدورة الحالية بمشاركة 28 دولة و 85 فيلم من 28 دولة، فده في حد ذاته نجاح، نجاح للمهرجان وإدارته، ونجاح للدولة إن هي تنجح في تنظيم فعالية بدون أي مشاكل. يعني خلينا نقول إنه دايماً مصر هتظل ملتقى لثقافات من الشعوب المختلفة والدول المختلفة. أنا بشكرك شكراً جزيلاً أستاذ جمال عبد القادر، وأنت الناقد الفني، شرفتنا يا فندم. أهلاً بحضرتك يا فندم. إذن مشاهدينا بكده يكون انتهى يومنا معاكم النهاردة في هذا الصباح، لكن مكملين معاكم يوميا حلقات جديدة من هذا الصباح، فريق عمل جديد غدا بإذن الله. إلى اللقاء.